أعزائنا المشاهدين والقراء والمستمعين أيضا لخبر عاجل حصريا لحنا من بلد الفراعنة من مصر الجديدة. حنلتقي مع النجم الكبير عبد العزيز عبد الرحمن، حنشوف شعوره إيه لما ياخد الجائزة وشعوره قبل الجائزة كمان. لو لاحظتوا أنا عم بتكلم مصري علشان سعيد جدا بفوز مصر 4-0 على الجزائر. أنا حقول ألف ألف مبروك لمصر، وأنا كنت مع عبد العزيز ومحمد بنحضر المباراة، وأكيد طبعا أنا أقول للجزائر إن شاء الله في فرصة تانية تفوزوا 6-0 على مصر، بس مبروك لمصر الفوز. بس الأهم من كده حيكون في معنا لقاء خاص ومميز جدا جدا مع النجم عبد العزيز عبد الرحمن، فعلا نجم النجوم بعد نجاح وأغنية وفرد وأغنية الديو اللي جمعتهم مع الفنان العملاق عباد الجوهر. حيكون في ألبوم خاص ومميز له طعم خاص جدا، هتشوفوه حصريا عبر خبر عاجل، وأنا أوعدكم بتسجيل صوت وصورة وفوتو كمان من قلب الحدث بتسليم الجائزة دي العالمية. ابقوا معنا عبر خبر عاجل حصريا من مصر إلى كل العالم.